السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 50 ولاية أمريكية لكل في فيديو واحد. واش انت مستعد معايا؟ في هذا الفيديو غادي نركزوا على أبرز النقاط حسب الإحصائيات لسنة 2022، مثلا كتكلفة المعيشة، النظام المدرسي، الرعاية الصحية، معدل الأجور والإجرام، ورأيي الشخصي في الأخير، لأنني سأقوم بتفكيك الولايات المتحدة بأكملها ولأول مرة. بسم الله على بركة الله فلنبدأ هذه الرحلة. Number 50 لويزيانا في المرتبة الأخيرة، وذلك لسبب التلوث في هذه الولاية هو الأسوأ على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية. زيد على ذلك أن الحكومة فاسدة والبنية التحتية ضعيفة والعواصف، وهذا كله أضف عليه أن هذه الولاية تعد ثالث أخطر ولاية لندرة الوظائف وكثرة مستعملي المخدرات. Number 49 ميسيسيبي. أتعلمون أن أغلب الميسيسيبيين ما كيعرفوش تهجئات الاسم ولايتهم؟ هذه الولاية تعد أرخص ولاية يمكن العيش فيها، ولكن لحظة، هنالك أسباب كثيرة لعدم العيش في ميسيسيبي، ومنها أعلى معدلات الفقر، أعلى نسبة السمنة، وذات الدخل المنخفض، والرعاية الصحية السيئة، إلى آخره. Number 48 نيو مكسيكو. يوجد في هذه الولاية أكثر المدن خطورة في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها. النظام المدرسي رهيب، الاقتصاد متدهور، والسكن باهظ الثمن. Number 47 أركنسا، ثالث أدنى دخل وثاني أسوأ رعاية صحية وأعلى معدل فقر ورابع أعلى معدل جريمة، وهاد الأركنساسيون مرض مجنونون بالصيد وخصوصا صيد البط، فإن كنت تمتلك بطة فعليك باجتناب أركنسا. Number 46 ألاباما، لها دستورها الخاص وهذا غريب، وهانسفيل هي أفضل مدينة في هذه الولاية بأكملها. معدل جريمة مرتفع، الرعاية الصحية سيئة، ومعدل أجور منخفض. Number 45 كنتاكي، رابع أسوأ معدل للفقر وثالث أسوأ دخل اقتصادي، والغريب أن 150 مليون دولار يراهن عليها سنويا على ديربي كنتاكي والقمار إلى آخره. من الأولويات ياك. Number 44 West Virginia، بعد فشل صناعة الفحم لعقود تراجعت الولاية إلى رابع أسوأ رعاية صحية، خامس أسوأ نظام مدرسي، ثالث أسوأ اقتصاد، ثالث أسوأ بنية تحتية، ثاني أدنى دخل للأسرة المتوسطة بمعدل 48 ألف دولار سنويا. ولكن هنالك تحسن كبير عما كانت عليه هذه الولاية قبل 5 سنوات، فهي الآن ثاني أرخص ولاية والطبيعة مذهلة. Number 43 تينيسي، معروفة بموسيقى الكونتري، ومن المؤكد أن ولاية تينيسي ممتعة للزيارة، لكن ماشي كل شيء ممتع في هذه الولاية. ونأخذ كمثال أنظمة الرعاية الصحية والتعليم ضعيفة، تكلفة المعيشة ترتفع بشكل صاروخي، يقل معدل الدخل السنوي بمقدار 10,000 دولار عن المتوسط، ثالث أعلى معدل لجرائم العنف، ناهيك عن أن مدينة ممفيس أصبحت الأكثر خطورة على الصعيد الأمريكي، فقد تجاوزت سانت لويس في ميزوري. Number 42 أوكلاهوما، الرعاية الصحية، النظام المدرسي، معدل الجريمة والعقار كلها سيئة، لكن على الأقل البنية التحتية والاقتصاد جيدان إلى حد ما. Number 41 South Carolina، ثاني أكثر ولاية تم الهجرة إليها في عام 2020، لكن تزال خامس أخطر ولاية. تشارلستون مدينة تاريخية رائعة ذات اقتصاد صاعد، ولكن كل المدن المتبقية في الولاية متراجعة جدا. Number 40 ميزوري، عندما نتحدث عن ولاية ميزوري نتحدث عن الخطر نفسه، ففيها 4 من أصل 10 مدن أمريكية الأكثر خطورة بما في ذلك سان لويس، وسان لويس تسمى بعاصمة القتل لأمريكا، ولكن تتركز الجريمة في الغالب في عدد قليل من المناطق السيئة، وإلا فإن ميزوري فقد قلل من قيمتها الحقيقية لأن البنية التحتية والنظام المدرسي والاقتصاد أعلى من المتوسط، زيادة على الطبيعة الخلابة.
نمبر 39 نيفادا. دمر الكوفيد الاقتصاد القائم على السياحة إلى حد كبير، وأصبح معدل البطالة هو الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الاقتصاد بدأ مؤخرا ببطء في الرجوع والنمو، وخصكم تعرفوا أنه كيهرب الكثير من سكان كاليفورنيا من ارتفاع تكاليف المعيشة وكينتقلوا إلى نيفادا. لكن هذه الهجرة الداخلية تسببت برفع تكاليف المعيشة أيضا في ولاية نيفادا. نمبر 38 أريزونا. هي مدينة مراكش الأمريكية ب 300 يوم مشمس في السنة والطقس حار وجاف، لكن في هذه الولاية كاين تلوث سيء وكل المنازل تبدو متشابهة. بلاتي بلاتي، هذا واش ماشي شارع للفاسي؟ من أسوأ الأنظمة المدرسية على الإطلاق، الإزدحام، البنيات التحتية السيئة إلى آخره. نمبر 37 بنسلفانيا. تعتبر هذه الولاية واحدة من أكثر الولايات أمانا، ولكن ماشي أمانا على حسابك البنكي. فاقتصاد الولاية يعاني لسنوات، البنية التحتية سيئة ومعدل الأجور منخفض. نمبر 36 ميشيغان. بعد هير على المدن الكبار كديترويت مثلا، وغادي تلقى غابات وبحيرات رائعة، وغادي تلقى من أجمل المدن الصغيرة اللي كاينة على الصعيد الأمريكي بأسعار معقولة. هذه الولاية في المتناول، غادي نعطي لهذه الولاية بيج لايك. نمبر 35 أوهايو. قبل 60 عام كانت ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا من أفضل الولايات اللي يقدر الواحد ينتقل لهم، لكن مؤخرا أصبحت هذه الولاية تظهر الجانب المظلم من الحلم الأمريكي، حيث خسرت ولاية أوهايو مئات آلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة على مدار 30 العام الماضية، وأدى ذلك إلى ظهور معدلات فقر في أماكن مثل كليفلاند وديتون تزيد على 30%. ولكن العقار أرخص واقتصاد مدينة كولومبوس مزدهر. نمبر 34 ألاسكا. خصكم تعرفوا أنا رأيي الشخصي ألاسكا خصها تكون في العشر الأوائل، لكن الأرقام والإحصائيات هي اللي كتحكم في هذا الفيديو. لهذا فإن ألاسكا تحتوي على أعلى معدل جرائم العنف الأسري والثاني أسوأ نظام مدرسي، والشتاء قاسي جدا، تكلفة المعيشة باهظة الثمن للغاية على الرغم من أن معدل الأجور جيد. غادي نزيدكم واحد المعلومة ديال أنه تحصل أيضا على أموال مقابل العيش في ألاسكا، يعني كيخلصوك باش تعيش في ألاسكا. مزيانة هاد القضية ياك. نمبر 33 مونتانا. مونتانا ولاية جميلة جدا، والبنية التحتية ديالها أفضل بكثير من البنية التحتية لولاية ألاسكا. السماء الكبيرة كي كيسميوها ما زالت باهظة الثمن. علاش؟ لأنه الكثير من الويست كاسترز أو أغنياء سكان الساحل الغربي كيشتريوا منازل ثانوية في هذه المنطقة. اقتصاد مونتانا يوقع في المرتبة السابعة ويعتبر الأسرع نموا، الأجور ليست جيدة مقارنة بتكلفة المعيشة. نمبر 32 إنديانا. مملة، مسطحة، وفيها من أعلى مستويات التلوث، ولكن تي كتبغي اليودلين ما عادي يكون عندك زهر في هذا القند. تكلفة العقار والمعيشة جيدة جدا رغم أن معدلات الأجور منخفضة. نمبر 31 إلينوي. يزعم العديد من سكان إلينوي أن ولايتهم هي الأسوأ، ثالث أعلى معدل للهجرة الخارجية في عام 2020، معدل الإجرام عالي، التعليم لا بأس به، وتعتبر مدينة شيكاغو واحدة من أكبر المدن في الولايات المتحدة الأمريكية المتاحة من حيث تكلفة المعيشة. نمبر 30 تكساس. تكساس في طريقها لتكون أكبر ولاية من حيث عدد السكان في عام 2050 حسب الإحصائيات، وهذا الشيء راجع لأسباب عديدة، فالمدن في الغالب ميسورة التكلفة والاقتصاد مزدهر، إلا أن المناطق الريفية من الولاية لا تتمتع بفرص اقتصادية كافية. الرعاية الصحية والسلامة والتعليم وجودة الهواء والماء كلها أقل بكثير من المتوسط. نمبر 29 كاليفورنيا. حركة المرور والمتشردين وارتفاع تكلفة المعيشة ليست سوى بعض الأسباب اللي دفعت الكثير من الناس إلى مغادرة هذه الولاية، لكن الطقس المثالي والاقتصاد المذهل والمناظر الطبيعية الجميلة هي سبب بقاء العديد، أو ربما يريدون فقط الوصول إلى هوليوود
ويصبحوا مشهورين. Seriously? Number 28, Delaware. هذه الولاية منسية، يوجد الكثير من الشواطئ فيها ولكن باردة في الشتاء ومزدحمة جدا في الصيف. الولاية ليس لديها الكثير من الآثار أو أماكن الترفيه، أعتقد أننا يمكننا القول إنها مملة. Number 27, South Dakota. South Dakota جات في واحد البلاصة كي كيقولوا هنا The middle of nowhere، يعني جات في لا مكان، متنوعة اقتصاديا وقائمة على الاكتفاء الذاتي. مدينة سيو فولز هي عاصمة هذه الولاية، مزدهرة اقتصاديا وما كاينش ضريبة الدخل، تكاليف السكن والمعيشة مزيانين ممتازين. ثاني أكثر الولايات استقرارا من حيث الأمن، فيها من أجمل الحدائق الوطنية ك The Badlands أو Black Hills. هذه الولاية ببساطة ساحرة. Number 26, Oregon. ولاية أوريغون رائعة الاقتصاد والبنية التحتية استثنائية، لكن التعليم الرهيب والتلوث والفقر والجريمة وغلاء المعيشة يضعان هذه الولاية في المرتبة 26. سماء بورتلاند رمادية وممطرة دائما. Number 25, Kansas. كانزاس جات في وسط البلاد، جات في وسط اللائحة ديالنا، في هذه الولاية كل شيء متوسط. Number 24, North Dakota. مسطحة ومملة شديدة البرودة اللي بغيتي. الشيء الوحيد اللي كيدي الناس لهذه الولاية هو النفط، لأن النفط يعني الماء. Number 23, Georgia. جورجيا لديها بنية تحتية جيدة، اقتصاد سريع النمو، ولكن مع ذلك ماشي كل شيء سمن وعسل في هذه الولاية. الرعاية الصحية والتعليم ومعدل الجريمة بحاجة إلى بعض الاهتمام الجاد من المسؤولين. Number 22, رود آيلاند. هي أصغر ولاية من حيث المساحة، جودة الماء والهواء رائعة جدا، ثامن أسلم ولاية مع رابع أفضل رعاية صحية والاقتصاد فوق المتوسط. Number 21, Wyoming. Wyoming ليست مأهولة بالسكان، يعني ما عامراش بزاف، لا توجد مدن حقيقية، فمثلا غادي تفصلك بين قرية وقرية أكثر من 100 ميل، يعني أكثر من 150 كيلومتر. تعد ضريبة الدخل في وايومينغ الأكثر انخفاضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتمتع بواحد من أفضل الأنظمة الدراسية، ومعدل الجريمة منخفض جدا، هذا بالإضافة إلى الطبيعة الجميلة وتكلفة المعيشة المعقولة. Number 20, نيويورك. هذه الولاية تكلفة المعيشة باهظة للغاية ومعدل الجريمة مرتفع. على أي حال، فإن الإحصائيات تسحب هذه الولاية الأمريكية إلى الرقم 20. بالمناسبة، الجزء العلوي من الولاية ميسور التكلفة ورائع. Number 19, New Jersey. يمكن تكون هذه الولاية في مرتبة أحسن وكان ما كانت قريبة لها نيويورك. تكلفة المعيشة والضرائب مرتفعة، البنيات التحتية تحت المتوسط، ولكن نيوجيرسي لديها ثالث أعلى أجور ورابع أدنى معدل للفقر ورابع أفضل نظام للرعاية الصحية، ثاني أفضل نظام مدرسي، خامس أدنى معدل للجريمة. المهم، خلي كومنت وقول لي الرأي ديالك في هذه الولاية. Number 18, Wisconsin. الولاية اللي كنسكن فيها أنا، ولكن المعطيات والأرقام هي اللي غادي تحكم وغادي تقرر كل ولاية في أش من رتبة غادي تكون. المرتبة الأولى في إنتاج الحليب ومشتقات ديالو. الجو رطب جدا في الصيف لكثرة البحيرات، وبارد حقا في الشتاء، ولكن هذا ما كيمنعش سكان هذه الولاية هم الأكثر تناولا للآيس كريم من أي ولاية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، كي يأكلوها صيف وشتوى. النظام المدرسي جيد، الرعاية الصحية لا بأس بها، تكلفة المعيشة عالية ومرتفعة، العقار مرتفع، معدل الإجرام منخفض، إن لم نذكر من الواقع السيري. Number 17, Florida. الطقس هنا جميل والشواطئ رائعة،
ولكن هذه ماشي هي الأسباب الوحيدة اللي كتجعل الناس ينتقلوا لهذه الولاية بأعداد كبيرة. أولا تكلفة المعيشة معقولة، المدارس رائعة، الاقتصاد هو التاسع الأسرع نموا في الولايات المتحدة الأمريكية. Number 16 Iowa. باش نكون صادق معاك، إلا كنت يلا غادخل الولايات المتحدة الأمريكية ننصحك باش تجي لهذه الولاية. الأجور جيدة، الجريمة منخفضة، وخصك تعرف أن أيوا احتلت المرتبة الخامسة من أفضل الولايات في الترتيب عام 2021. Number 15 كناريكت. يمكن لك حقا كسب المال في هذه الولاية مع سادس أعلى دخل للأسرة المتوسطة في البلاد ب 70 ألف دولار سنويا، كما أن لديها ثالث أفضل نظام دراسة، الرعاية الصحية مزيانة، أقل معدل للجريمة. ولكن حين ديما غتكون لكن في أي ولاية، الأغنياء والفقراء منقسمون إلى حد كبير. Number 14 North Carolina. كتزدهر المدن الكبرى مثل شارلوت ورايلي، لكن المناطق الريفية متأخرة حقا، وهذا أدى إلى ارتفاع معدل الفقر الإجمالي ليصل إلى 13.6%. لكن كيف قلت لكم ديما غتكون لكن، الناس والتعليم والأنشطة الخارجية كيجعل العيش في هذه الولاية اختيار جيد. Number 13 مين. من أجمل الولايات على طول الساحل الشرقي، وتعتبر ولاية آمنة وقريبة جدا من كندا، والناس طيبون، تعليم لا بأس به، معدل الدخل السنوي جد منخفض، وهذا راجع إلى انخفاض معدل الأجور. Number 12 ماريلاند. موطن لأعلى الأجور في الدولة مع متوسط دخل الأسرة السنوي ب 68,570 دولار، مما يعطيها خامس أدنى معدل الفقر بنسبة 9.1 فقط. ضواحي العاصمة واشنطن وبالتيمور مزدهرة، ولكن باقي المدن ضعيفة جدا. Number 11 فيرجينيا. رخيصة مع سادس أدنى معدل الجريمة، المدارس والرعاية الصحية وفرص العمل والطبيعة فوق المتوسط بقليل، مما يجعل هذه الولاية واحدة من أفضل الوجهات. Number 10 نيبراسكا. مملة ولكنها كتحتوي على أقل معدل البطالة وأفضل المدارس واقتصاد مزدهر ومتاحة من حيث تكلفة المعيشة، وجهة جيدة. نيبراسكا. Number 9 هاواي. خصكم تعرفوا أن في هاواي السعر ديال الحليب تقريبا للقالون، والقالون كيساوي 3.5 إتر أكثر من 5 دولارات، يعني راه المعيشة جد مرتفعة، العقار توا والسكن جد مرتفع، ولكن نظام الرعاية الصحية جد ممتاز، رابع على الأجور، أدنى مستوى الإجهاد النفسي، يعني الناس ما كتسترسيش بزاف، أفضل جودة للهواء والماء، لأنه كتعرفوا أن هاواي طبيعتها جد جد ممتازة. نتيجة على ذلك الناس هنا كتعمر لأطول فترة. Number 8 Idaho. خصكم تعرفوا أن العديد من الأسباب كتجعل هذه الولاية وجهة جيدة، فمثلا الاقتصاد هو الأسرع نموا لمدة 4 سنين الأخيرة على التوالي، ثالث أكثر الولايات أمانا، يعني معدل الإجرام جد منخفض، النظام المدرسي لا بأس به، وفيها على ما يزيد 50 مليون هكتار من الطبيعة الرائعة. Number 7 فيرمونت. هذه الولاية خصكم تعرفوا اللي كيمشي كيسكن فيها مع مروك يرحل منها، علاش؟ لان الجوده ديال السكن فيها عاليه، الناس رائعون، البنيات التحتيه عاليه المستوى، عدم وجود التلوث، رابع اكثر ولايه امنا، خامس افضل نظام مدرسي. ماذا عساني ان اقول؟ هذه الولايه بيرفكت. نمبر 6 كولورادو. كنت تعرفوا ان كولورادو معروفه بالجبال، فيها 58 جبل، وكل واحد كيتعدى العلو ديالو 14,000 قدم، ولكن لسوء الحظ ماشي غير هاد الجبال هي اللي مرتفعة، فإن تكلفة المعيشة جد مرتفعة، معدل الأجور لا بأس به، وهنا ثاني أفضل اقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، معدل الجريمة عالي بعض الشيء لسوء الحظ. Number 5 مينيسوتا. إلا ما كانش عندك مشكل مع البرودة لأن ناقص 40 في الشتاء أمر طبيعي في هذه الولاية، فإن مينيسوتا ولاية جيدة جد، كل شيء فيها هناك يحتل مراتب عالية، ثالث أفضل اقتصاد،
ثالث أعلى متوسط العمر المتوقع، ثالث أدنى معدل الفقر، رعاية صحية جيدة وبنية تحتية رائعة. Number 4 واشنطن، أو كي كنسميها أنا مدينة الضبر. سكم تعرفوا هنا الناس كيتلقبوا ب The Workaholic، يعني المدمنون على العمل، ولكن ماشي جاو ولاو مدمنون على العمل لأن تكلفة المعيشة جد باهظة في هذه الولاية. الاقتصاد لا يزال يعد واحد من الأفضل ومستمر في النمو، طبيعة تحبس الأنفاس. Number 3 Massachusetts. ماساتشوستس فيها أفضل المدارس والعديد من الوظائف ذات الأجور الأعلى، أدنى معدلات الفقر وأدنى معدل الجريمة، ثاني أفضل رعاية صحية، وهذه الولاية غنية أيضا بالتاريخ. Number 2 يوتا، الطبيعة الخلابة والاقتصاد الأول والثاني، أدنى معدل للبطالة والفقر، لا عجب أن هاد الناس عايشين بخير وعلى خير. Number 1 New Hampshire، مثالية في كل القطاعات، فيها أدنى معدل الفقر بنسبة 7.2% فقط، أفضل فرص الشغل، نظام الرعاية الصحية استثنائي، والنظام المدرسي عالي الجودة، بالإضافة إلى أن الطبيعة تتجاوز الكلمات. إخواني وأخواتي، الفيديو ديال اليوم سالة، جبت لكم محتوى مفيد، نتمنى على الله أنكم تستفدوا منه، فيه معلومات كثيرة يعني خصك تفرج فيه وتعاود تفرج فيه حتى إن شاء الله تجمع كاع المعلومات اللي غادي تفيدك وغادي تعرف الوجهة ديالك إن شاء الله إلى اتجهتي للولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لبعض الولايات كثير من الناس اللي غادي يختلفوا معايا في الآراء، ولكن أنا كي قلت لكم ما جبتش حتى شي حاجة من راسي، أرقام اللي كتدوي. ما تنساوش الدعم، ما تنساوش سبسكرايب، ما تنساوش الكومنت، اكتب كومنت قول لي اش اللي بان لك، اش اللي عجبك، فين هي الولايات اللي بانت لك انت مناسبه اليك. ان شاء الله نلقاكم على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.